من الشباك مظل روسي من الفرقة 98 بيخرج من شباك مبنى متهدم وينتقل لشباك الغرفة المجاورة باستخدام سقالة وبيطلق النار عشوائيا على من فيها. ده ملخص الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا واللي بيجسد عمليات تطهير المناطق الأوكرانية في منطقة القناة شرق تشاسوف يار اللي وقعت تحت سيطرة روسية. الأوكران لجأوا لتلغيم وتفخيخ المباني قبل تركها، وده اللي خلى الروس يلجأوا لطرق مختلفة لتطهير المنازل قبل دخولها وخلاهم يظهروا في مشاهد أقرب للفيديو جيمز. خلونا نشوف. آراء كتيرة ومتضاربة علقت على الفيديو المنتشر بصورة كبيرة على السوشيال ميديا. هنبدأ مع حساب قال بكل بساطة جدا ده شيء مخيف، لكن كان في حساب باسم محمد يحيى. محمد يحيى يعني شكك في حرص الجيش الروسي على سلامة جنوده، وقال لماذا لم يستهدفوا المبنى بقذيفة مضادة للتحصينات؟ الجيش الروسي رغم قوته لا تهمه حياة جنوده، وهذا ما أثبتته الحرب في أوكرانيا.